تنضم إلينا من رام الله دكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية. دكتورة تمارا، بعد التحية، يعني هناك الكثير من الممارسات الإسرائيلية المستمرة في مسألة استهداف والقصف ربما العشوائي في قطاع غزة على مناطق متفرقة. كيف يمكن أن تقود هذه الاستهدافات أي عملية تفاوض أو حتى أي عملية يمكن الحديث عنها في المستقبل القريب؟ بداية تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. بالفعل هذه الاستهدافات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة لاستخدام واقع القصف الجوي العشوائي، بالإضافة إلى قتل المدنيين بشكل عشوائي، بالإضافة إلى سياسة التجويع الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، هي تقوم بتقويض كل الإمكانيات وكل الطروحات والمبادرات التي تسعى إلى واقع تعزيز الهدنة، سواء كان هدنة مؤقتة قد تفضي هذه الهدنة المؤقتة إلى هدنة طويلة الأمد. لذلك هذه الممارسات العنصرية، الممارسات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، بالفعل هي تعكس واقع تحقيق أي مبادرات من خلال الوسطاء المصريون أو القطريون أو حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت الآن ممتعضة عما يقوم به بالتحديد نتنياهو، وهو الذي يقوم بإطالة الوقت وكسب الوقت بشكل ممنهج وبشكل متعمد حتى يتم إطالة روحه السياسية ومكتسباته السياسية الشخصية في هذه الحكومة اليمينية الائتلافية، بالإضافة إلى توافقه مع منكفير وسموتريتش. أعتقد أن بالفعل أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو فقط لكسب الوقت، وهو يسعى مراراً وتكراراً إلى إحداث خروقات حقيقية بأي مبادرة تحقق الهدنة المؤقتة، تحقق واقع تخفيف وطأة إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، يسعى إلى وضع العصا في الدواليب التي تعكس واقع تحقيق هذه الهدنة المؤقتة. باعتقادي أن بالفعل أن ما يحدث الآن ليست هي خطوط عريضة كما يتم الإشارة إليها من قبل الكيان الإسرائيلي، بل هي وضع شروط يعني لا تتحقق على أرض الواقع من أجل جعل المقاومة الفلسطينية أن ترفض سياق هذه الشروط وأن ترفض ضمن سياق كوضع طبيعي، ترفض نظرا أن الشروط التي تضعها كل يوم أن نتنياهو يضع شرطا جديدا وكل يوم يضع عصي في الدواليب بشكل جديد وبشكل آخر وبشكل معمق، ليست فقط على مستوى أنها شروط يعني تتحقق على أرض الواقع، بل هي شروط واهية ووهمية أيضا، وشروط يعني في نهاية المطاف طيب تسعى دكتورة إلى دكتورة تمارا، يعني فيما يتعلق باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في أثناء انتظارهم لشحنات المساعدات أو المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، يعني حدث هذا الأمر للمرة الثانية خلال 48 ساعة، كيف تتابعين أو ربما تتوقعين الرد الفعل العالمي، خاصة وأن كان هناك رد فعل دولي ربما حتى من خلال وسائل الإعلام عن الحادثة الأولى في دوار النابلسي؟ ماذا يمكن أن نتوقعه من رد فعل دولي عن الممارسة الثانية أو هذه الواقعة الثانية واستهداف هؤلاء من ينتظروا المساعدات في قطاع غزة؟ صحيح، بالفعل هدف إسرائيل من هذه النقطة وهو تعزيز بعد التجويع، يعني معنية تماما بإنهاء كل مقومات الحياة وبالتحديد نقطة التجويع حتى تضغط على المواطنين الفلسطينيين بالتحديد في المنطقة الشمالية النزوح بشكل أعمق وأكبر إلى المنطقة الجنوبية. والنقطة الأخرى لها علاقة بالضغط على المقاومة الفلسطينية، تعتقد إسرائيل أن كلما ضغط على المواطن الفلسطيني من خلال الطعام والشراب، كلما ضغطت على المقاومة بالتنازل عن شروطها، وبالتحديد نتنياهو يريد أن يرسخ معادلة وهي إدخال المساعدات والغذاء مقابل إخراج الأسرى المحتجزين الإسرائيليين الذين بحوزة المقاومة، لذلك يريد أن يرسخ معادلة الهدنة بأقل الأثمان، بأبخس الأثمان، بأقل الأسعار حسب ما يريده نتنياهو، يريد فقط إدخال المساعدات. وهذه نقطة، لماذا يركز الآن على المساعدات وقصفها وعملية تقليل
واقع إدخال المساعدات حتى يحقق معادلة جديدة وهي إدخال المساعدات مقابل الأسرى. وطالما أن هذه المعادلة في سياق واقع نتنياهو أو المستوى الأمني أو المستوى السياسي، أعتقد سوف يستمر باتباع سياسات التشجيع، رغم أن هناك بعض المساعدات تدخل نظرا أن واقع ضغوطات أمريكية، بالإضافة إلى إدخال المساعدات تجوا مصريا أردنيا إماراتيا، هي نقطة إيجابية بدخول هذه المساعدات. لكن عندما تدخل هذه المساعدات تقوم إسرائيل بقصف المواطنين، إما عن طريق القذائف إما عن طريق وابل الرصاص، حتى تضغط على المواطنين بعملية أن هناك تعزيز بعد التشجيع، وهذا يؤدي إلى قتلهم باتخاذ سياسة القتل، الموت البطيء بالنسبة للمواطنين حتى يتم انزياحهم. هذه نقطة، وثم الضغط على المقاومة أن ترسخ معادلة جديدة، وأعتقد أن هذه المعادلة الجديدة بالنسبة للمقاومة أعتقد أنها ترفضها، هي تريد أن تحقق على الأقل الجزء الآخر، وهو أن يكون هناك انسحاب جيش الاحتلال من بعض المناطق الشمالية، بالإضافة إلى إدخال المساعدات بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة المواطنين إلى المنطقة الشمالية. أعتقد أن هذه ما حدث يوم أمس أو قبل ذلك هو عبارة عن مجزرة الجوع، وأعتقد هي غيرت الرأي العالمي، وأصبح هناك تظاهرات في العالم حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية عندما استدعت أو دعت واقع جينتس، له علاقة في هذا السياق، له علاقة بتحريك واقع بعملية إسقاط نتنياهو، كون أن نتنياهو بالفعل هو وجعل واقع بايدن في حرج مطبق أمام الناخب الأمريكي. فأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما دعت كانت له علاقة بعملية تحريك الشارع الإسرائيلي بالمطالبة بالانتخابات المبكرة وإسقاط نتنياهو من خلال التوافق بين لابت وجانتس وأيزنكوت، بالإضافة إذا استطاع جانتس محاولة الضغط على بعض أعضاء الليكود من الحكومة الحالية، عملية انسحابه من حكومة نتنياهو، سوف تفشل هذه الحكومة وسوف تسقط. لكن حتى هذه اللحظة الرك الأساسي على أعضاء الليكود، إذا لم يتم انسحابهم ومحافظة نتنياهو على بن غفير وسموتريتش بالإضافة إلى شاس وإلى مدالك، سوف يبقى في هذه الحكومة. لكن أعتقد أن هناك سوف تفصل نقطة سوف يؤدي إلى شرخ حقيقي داخلي في إسرائيل، وهو قانون التجنيد. قانون التجنيد سوف يكون هو المعضلة الجديدة في تعزيز الانقسامات الداخلية الإسرائيلية، وأعتقد أن هذا الانقسام الداخلي بالتحديد بين الحريدين والمتدينين الذين يرفضون دخول التجنيد والاحتياط وإلى ما ذلك، وعملية رفضهم دخول العمل الأمني أو العسكري، وإنما فقط اتباع واقع الديني، وأعتقد أن هذه النقطة سوف تنعكس على واقع نتنياهو، سوف يؤثر عليه ضغطا بشكل أكبر وأكبر، إلى بالإضافة إلى التظاهرات التي حدثت يوم أمس في تل أبيب وشارع الكبلان. هذا يؤدي بالفعل، وبالتحديد يوم أمس كان هناك تواجد بعض اليسار واليمين في هذه التظاهرات، ليس فقط أهالي المحتجزين، هذا إشارة أن سوف تحدث هناك مستقبلا. ما أصداء هذه التظاهرات، يعني خاصة وأن هذه التظاهرات هي تشير إلى أنهم يعني سيذهبون، هؤلاء المتظاهرين سيذهبون إلى مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتظاهر هناك، ويعني رفض سياسة نتنياهو فيما يتعلق بالتعامل مع ملف المحتجزين. صحيح، هي أكثر من دلالة هذه التظاهرات والتي بدأت تزداد رغم الطقس الجو وإلى ما ذلك واختلافه، إلا أن هناك استمرار وتصميم من قبل المظاهرات بعملية ازدياد وتسارعها. هذا إشارة لأكثر من نقطة. الإشارة الأولى أنهم أصبحوا يشعرون أن نتنياهو يعمل وفق مصالحه الشخصية وأهوائه السياسية، وليس فقط من أجل إخراج المحتجزين الإسرائيليين، وهم يعلمون تماما أن نتنياهو هو الذي يعركس واقع هذه الهدنة المؤقتة، يعلم تماما أن هذه الهدنة سوف تسقطه، يعلم تماما نتنياهو أن هذه الهدنة سوف تؤثر على واقع أن المعارضة سوف يكون هناك تحشيد لأكبر عدد ممكن من الحكومة الحالية، وعملية قبول بإسقاط نتنياهو وإسقاط الحكومة، ثم عملية تنسيخ حكومة جديدة بقيادة جانتس، بالإضافة أن جانتس بالفعل مقاعدها أصبحت الآن استطلاعات الرأي هي تفوق. لذلك الدلالات هي من أجل إخراج نتنياهو من المنصب السياسي أو من الحكم السياسي، بالإضافة إلى إخراج المحتجزين الإسرائيليين. هناك مطالبة حقيقية بإخراج الرهائن، كون أن وجود الرهائن بين حوزة المقاومة الفلسطينية هي تعتبر يعني إهانة بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لذلك المطالبات سوف تزداد، بالإضافة أن جانتس وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية له لدلالة أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية منفعضة
من سياسات نتنياهو، ممارسات نتنياهو. ما الجديد الذي سيقدمه جانس في لقائه مع كاميلا هاريس؟ يعني هل يقدم شيء جديد بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أم هو موجود لفتح خطوط تواصل جديدة وربما لعرض نفسه كبديل؟ صحيح، بالفعل هو لعرض نفسه كبديل، وبالتحديد أصبحت هناك استطلاعات الرأي تشير أن جانت سوف يتفوق بشكل كبير وواسع عن نتنياهو، لذلك أصبح الآن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إليه الشخصية المستقبلية الجديدة، لكن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية قدر الإمكان محاولاتها في إزاحة نتنياهو، لكن حتى هذه اللحظة كون نتنياهو يحافظ على الحكومة اليمينية الائتلافية يحاول قدر الإمكان أن يمسك العصب من المنتصف بين الحاريدين وبين بن كفير وسموتريتش، بالإضافة إلى أعضاء الليكود، كون هناك خوف من أعضاء الليكود من نتنياهو يحاول الحفاظ على 64 مقعدا، كون بالتحديد أن جينتس يحاول قدر الإمكان، لكن حتى هذه اللحظة أن الصورة المستقبلية سوف تظهر. ما هي لماذا هي زيارته؟ لكن باعتقادي هو لعرض ذاته، لعرض رؤيته في آلية التصرف إدارة الحرب على قطاع غزة وآلية إدخال المساعدات، وكيف سوف يكون مستقبل اليوم التالي بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة. يعني في نقطة سابقة أشرت إليها دكتورة تمارا فيما يتعلق بالحارديم أو المتشددين في الداخل الإسرائيلي، يعني إذا هم يعني يرفضون فكرة التجنيد، فلماذا هذا سيؤدي إلى ضغط أو يمارس ضغط على نتنياهو بشكل سياسي؟ طبعا هو يضغط على نتنياهو، بالتحديد أن أصبح هناك وجود نسبة كبيرة جدا سواء كان من العلمانيين حتى على مستوى جالنت اتفق مؤخرا مع جالنت، يعني وزير دفاعه لنتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت اتفق مؤخرا على تحقيق تعزيز واقع أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الشرائح سواء كان المتدينة الحريديمية أو أن يكون هناك دخولهم في واقع الجيش الإسرائيلي، بالإضافة أنهم في سياق واقع النقطة الأخرى أنهم لن يتم إعطائهم أي نوع من الموازنة المستقبلية إذا تم بالفعل رفضهم دخول سياق اتباع أو دخول الجيش الاحتلال الإسرائيلي. باعتقادي أن هذا يضغط على نتنياهو، كون أن نتنياهو يعتبر من الجزء صحيح يميني متطرف، لكن هو يبقى في سياق العلماني، بمعنى هو يريد إدخال الجميع إلى واقع الجيش، لكن هناك من يرفض هذا الصيغ، بالتحديد حزب شاس، هناك درع يرفض هذا الأمر، هناك يهودات تورة ترفض السياق دخول الحريديم، وبالتالي أصبح هذا الأمر سوف يؤدي إلى شرقا داخليا وضغطا على نتنياهو أكثر وأكثر. هل سوف يتم بالفعل أن يكون هناك دخول المتدينين إلى واقع الجيش، أم أن سوف يكون هناك ازدياد التظاهرات التي تشير الواقع أن هناك تمييز بين التعامل بين المتدينين والتعامل بين الصفوف الجيش الاحتلال أو بين العناصر التي تعتبر يمينية صحيح ولكن هي تعتبر أكثر علمانية، بهذا الأمر سوف يؤدي شرخا داخليا إسرائيليا ويعمق الانقسام العمودي الداخلي في إسرائيل، وأن عملية وضع الحريدين مع إعطائهم الميزانيات الباهظة والعاليات المستوى دون أن يقدموا أي خدمة مقابل هذه الأموال، هذا سوف يؤدي انقسام داخل في الشارع الإسرائيلي ذاته يضغط على نتنياهو، لكن أعتقد إن بالفعل إذا كان هناك عملية إقرار هذا القانون سوف يكون هناك انسحاب لبعض الأعضاء المتدينين، هذا سوف يسقط الحكومة الحالية ويسقط نتنياهو من وراء هذا إسقاط هذه الحكومة. نعم، هل هناك أيضا أي تطور فيما يتعلق بنظرة المجتمع الدولي لكل هذه التطورات في الداخل الإسرائيلي؟ هل ربما يرون بأن هناك خطورة من استمرارية حكومة نتنياهو في الوقت الحالي؟ نعم، هذا صحيح، هناك تغيرات في الآراء العالمية، هناك تغير في الواقع الفرنسي الذي بات الإشارة يشير أنه يجب أن يكون للفلسطينيين دولة فلسطينية، وهناك تغير حتى على مستوى الشارع الأمريكي، حتى بايدن ذاته هو يعتبر أن هذه الحكومة تعتبر أكثر تدينا، يعني هي لا تتناسب مع الوجهة الديمقراطية التي يشير إليها الحزب الديمقراطي وإلى ما ذلك، هذه الحكومة صحيح هي لا تتلائم مع الوجهة الغربية، لا تتلائم مع المجتمع الأوروبي الغربي، لذلك بدأوا الآن يشعرون أن يجب أن يكون هناك تغير في هذه الحكومة، وبالتحديد أن هناك من يكون الأنسب في هذه السياقات هذه الحكومة بالتحديد جينتس، هم يعتبرون أن جينتس أكثر قربا وأكثر توجهات تتناسب مع الوجهة الديمقراطية أو وجهة
التي تعتبر الأوروبية والغربية، وبالتحديد أصبح هناك تغيرات حتى على مستوى المظاهرات التي شهدت يوم أمس، هي تظاهرات بالفعل تطالب بوقف إطلاق النار، وهذا ما ينعكس على التغير، ضغوطات بشكل أكبر على نتنياهو والضغوطات الدولية والضغوطات حتى على مستوى الداخلية الإسرائيلية. بالتالي هذه التغيرات في الآراء هي إيجابية، وأعتقد التغيرات يجب أن تتحول إلى أفعال حتى بالفعل أن يكون هناك وقف إطلاق النار بالنسبة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نعم، الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، شكرا جزيلا لك.